بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في القناة الطبية. النهاردة مع دواء جديد هو لوراتادين 10 مللي جرام أقراص ودواء شرب لعلاج الحساسية. لوراتادين 10 مللي جرام أقراص ودواء شرب لعلاج الحساسية والالتهابات. يتكون من المادة الفعالة لوراتادين، يعتبر من الأدوية المضادة للهستامين، يبقى فعال لفترة طويلة، يستعمل في علاج الأمراض المصاحبة لالتهاب الأنف الناتج عن الحساسية مثل العطس والرشح والكحة، يستعمل في علاج حالات الارتكارية وأمراض الجلد الناتجة عن الحساسية. أول حاجة بالنسبة لوراتادين هي دواعي الاستعمال. اللوراتادين أقراص ودواء شرب يستعمل رقم واحد في علاج حالات الارتكارية وحالات الهرش المزمنة، رقم اتنين يستعمل في علاج أمراض الجلد الناتجة عن الحساسية، رقم تلاتة يستعمل في علاج الحساسية الزائدة، رقم أربعة يستعمل في علاج الأعراض التي تصاحب التهاب الأنف والناتجة عن الحساسية مثل العطس والرشح والكحة، رقم خمسة يستعمل في علاج حساسية وحرقان العين، رقم ستة يستعمل لوراتادين كعلاج مساعد للتحكم في أعراض حالات البرد مثل العطس والرشح. بالنسبة للحساسية، حبوب لوراتادين أو أقراص لوراتادين تستعمل للحساسية، هو مضاد للهستامين، يستعمل لتخفيف أعراض الحساسية المختلفة مثل حمى القش والحساسية الموسمية. بالنسبة للجيوب الأنفية، لوراتادين يستعمل لعلاج الجيوب الأنفية، هو مضاد للهستامين طويل المفعول، يستعمل في تخفيف أعراض الحساسية مثل العطس وسيلان الأنف. بالنسبة للسعال، يستعمل لوراتادين للسيطرة على أعراض البرد مثل السعال والعطس ونزلات البرد. بالنسبة لضيق التنفس، لوراتادين من الأعراض الشائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر، الشعور بضيق التنفس وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي، وقد يصف الطبيب الدواء لضيق التنفس. بالنسبة للتسمين أو زيادة الوزن أو الناس اللي عايزة وزنها يزيد، لا يستعمل لوراتادين لزيادة الوزن، هو مضاد للهستامين، يخفف من أعراض الحساسية مثل العطس وسيلان الأنف، ويعالج تهيج الجلد، ولا علاقة له بزيادة الوزن نهائيا. طيب، بالنسبة لجرعة لوراتادين أقراص ودواء شرب، الجرعة في حالة البالغين والأطفال فوق 12 سنة هي عبارة عن ملعقة 10 ملي مرة واحدة يوميا. أما الجرعة في حالة الأطفال من سن 6 سنوات حتى 12 سنة عبارة عن ملعقة 10 ملي مرة واحدة يوميا. يمكن أن تحدد الجرعة من قبل الطبيب المعالج حسب عمر المريض وحسب وزن الطفل اللي قدامه أو وزن المريض وحسب الحالة المرضية ومدى شدة المرض عنده. إيه هي الآثار الجانبية وإيه هي أضرار أقراص لوراتادين أو دواء الشرب 10 مللي جرام؟ أول آثار جانبية هو ان الشخص المريض الذي يتناول لوراتادين يصاب بغثيان وميل للتقيؤ في كثير من الاوقات، ايضا يؤدي للصداع والدوار، ايضا يسبب بعض حالات النعاس والميل للنوم وقت تناوله، ايضا يصاحب الدواء احتباس في البول، ايضا بعض اضطرابات هضميه والم شديد في المعده والحلق، ايضا شعور بالتعب والارهاق، ايضا من الممكن ان يصاب المريض بجفاف في الفم. بالنسبة للنعاس، هل يسبب لوراتادين النعاس؟ الإجابة هي أن لوراتادين مضاد للهستامين من الجيل الثاني، لا يسبب نعاس أو يؤثر على اليقظة بنفس سهولة المضادات الهستامين من الجيل الأول. طيب، هل حبوب لوراتادين تزيد الوزن؟ طبعا السؤال ده تعرضنا له قبل كده. الإجابة هي لأنه لا يوجد دليل علمي قاطع يثبت أن أن لوراتادين له علاقة بزيادة الوزن. وبشكل عام، فإن لوراتادين يعد دواء آمن وفعال في علاج الحساسية، ولا يعتبر من أدوية زيادة الوزن. مع ذلك، فإن بعض الأدوية المضادة للحساسية يمكن أن تسبب زيادة الوزن عند بعض الأشخاص، وذلك بسبب تأثيرها على الجهاز الهضمي أو الهرمونات أو الشهية.
لكن هذا لا يعني بالضرورة أن اللورتادين بيسبب زيادة الوزن. إيه هي الاحتياطات وإيه هي موانع استعمال اللورتادين؟ يحظر الدواء لجميع المرضى الذين يعانون من الحساسية تجاه المكونات والمادة الفعالة للدواء. أيضا يحظر استعماله للأطفال أقل من 6 سنوات، ويرجى استشارة الطبيب إذا كان المريض يود استخدام لوراتادين. أيضا في حالة مرضى الكبد يستعمل لوراتادين بجرعة مخففة، هي 5 مللي جرام يوميا أو نصف قرص يوميا. أيضا إذا كان المريض يعاني من كسور في الكلى لا يتناول الدواء، ولكن يتم تناول بديل له. أيضا يمنع تناول لوراتادين في حالة الحمل لأنه بيأثر على الطفل ينتقل له من خلال المشيمة. أيضا يحذر في حالة الرضاعة لأنه يختلط مع لبن الأم وينتقل للطفل ويسبب له ضرر صحي. إذا بالنسبة للأم الحامل أو بالنسبة للسيدة الحامل يعتبر اللوراتادين آمن للحمل، ولكن يجب استخدامه تحت إشراف الطبيب، والأفضل هو عدم استخدامه وبجرعات محددة. الجرعة الاعتيادية هي 10 مللي جرام. لم تثبت أي معلومات حول أنه يسبب ضرر على الجنين، ولكن الأفضل للأم الحامل هي عدم استخدام أي أدوية نهائيا، ولكن إذا تم استخدامه فيتم استخدامه تحت إشراف الطبيب. بالنسبة لمرضى السكر لا ينصح باستعمال لوراتادين لأصحاب الأمراض المزمنة مثل الكبد والكلى والسكر. بالنسبة للأطفال ينصح بعدم استعمال لوراتادين مع الأطفال أقل من 2 سنين. بالنسبة لمرضى الضغط يعتبر لوراتادين من أكثر الأدوية أمانا لمرضى الضغط الذين يعانون من أعراض الحساسية، لذلك يجب الحرص والتأكد من استخدام الأدوية التي تحتوي على لوراتادين وحده، وتجنب الأدوية التي تحتوي على لوراتادين مع مضادات الاحتقان. بالنسبة لسعر اللوراتادين، سعر اللوراتادين 10 مللي جرام أقراص هو 11.5 جنيه مصري، أما سعر دواء الشرب هو 6.5 جنيه مصري اللي هو 5 مللي. بديل لوراتادين له عدة بدائل زي أليرجراز ولورانو ولوراتان ولورين وأليريد وإيفاستين وزيرتك وفاستيل. الفرق بين لوراتادين وديسلوراتادين، يستعمل لوراتادين وديسلوراتادين في علاج الحساسية الموسمية والارتكارية، ولكن يعتبر ديسلوراتادين أقوى من لوراتادين، كما أنه له أثر أسرع من اللوراتادين، لكن فعالياته أقل من اللوراتادين. إيه الفرق بين لوراتادين وسيتريزين؟ لوراتادين وسيتريزين هما أدوية يمكن تناولها بدون وصفة طبية، يأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال بما في ذلك الحبوب ودواء الشرب، ولا توجد طريقة لمعرفة بالضبط أيهما أكثر فعالية. في نهاية الفيديو أرجو أن أنتم تكونوا قد استفدتم، وأرجو أن أنتم حضراتكم تدعموا القناة بالاشتراك في القناة وضغط لايك وتفعيل الجرس، وتضغطوا لايك لأن اللايك بيخلي الفيديوهات بتظهر أكثر في نتائج البحث، وتضغط على علامة الجرس لأن علامة الجرس بتخلي كل ما بنعمل فيديو جديد يوصل لك إشعار بيه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.